السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب مجموعات دور الأمم الأوروبية 2022-2023 بعد انتهاء مباريات اليوم الاثنين الموافق 26/9/2022 في الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية. متابعين الكرام، اليوم هنتعرف على مين تأهل أكتر، يعني بمعنى أصح زي ما كنا اتعرفنا قبل كده إن كرواتيا وهولندا تم تأهلهم، خلاص تأهلوا الى نصف النهائي، نتعرف مين يتأهل تاني معاهم. 20 منتخب جبل طارق خسر من جورجيا 1-2. احرز هدف جبل طارق لوي انيسلي في الدقيقه 75، هدفي جورجيا عن طريق كفارتسخيليا لاعب نادي نابولي الايطالي من ضربه جزاء في الدقيقه 19، وهيورهي تيستايشفيلي هو اسمه كده في الدقيقه 48. شمال مقدونيا خسرت من بلغاريا 0-1. احرز هدف منتخب بلغاريا اللاعب كريل دي سوبودوف في الدقيقة 50. انجلترا تعادلت أمام ألمانيا 3-3، يعني تقريبا ده أول مباراة ممكن انجلترا تكون عاملة فيها حاجة عدلة، بس الأمير هاري ماجواير ضيعهم في هذه المباراة. أحرز هدف انجلترا الثلاثة لوك شو في الدقيقة 72، ماسون ماونت في الدقيقة 75، هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 83. أهداف ألمانيا الثلاثة عن طريق اللي جا غوندوغان من ضربة جزاء في الدقيقة 52، كاي هافرتس في الدقيقة 67، وكاي هافرتس في الدقيقة 87. المجر خسرت من ايطاليا كما هو متوقع، بس ما كنتش اتوقع او بصراحه يعني كنت حاسس ان المجر لانها متصدره المجموعه هي اللي هتوصل لنصف النهائي، لكن كده ايطاليا طبعا هي اللي وصلت. خسرت من ايطاليا 0-2. احرز دفاع ايطاليا جياكومو ساتالينو في الدقيقه 27 وفيدريكو ديماركو في الدقيقه 52. الجبل الاسود خسرت من فنلندا 0-2. احرز دفاع فنلندا اللاعب انتمان في الدقيقه 47 واللاعب كالمان في الدقيقه 53. رومانيا فازت على البوسنة والهرسك 4-1. احرز هدف رومانيا دينيس مان في الدقيقة 38، بوسكاس في الدقيقة 73، راتو في الدقيقة 79، وبوسكاس في الدقيقة 86. هدف البوسنة والهرسك عن طريق ايدن زيكو في الدقيقة 77. كده كده ايدن زيكو خلاص، اسف، البوسنة والهرسك صعدت للمستوى الاول، مش محتاج اي حاجة اصلا. الدوري دي او سان مارينو خسرت من استونيا 0-4. احرز هدف استونيا هنري انيور في الدقيقة 38، تايو تينيستي في الدقيقة 56، رونو سابينان في الدقيقة 66، هنري انيور في الدقيقة 77. بكرة بإذن الله تعالى الثلاثاء 27/9/2022 تختتم باقي المباريات، أهم مباراة فيهم طبعا البرتغال وأسبانيا، لسبب بسيط الفائز منهم هو اللي هيصعد إلى ال هيصعد لإيه؟ هيصعد لنصف النهائي. لو تعادل أعتقد البرتغال هي اللي هتصعد. بالنسبة للمباريات السابقة، أمس الأحد 25/9/2022 اندورا تعادلت امام لاتفيا 1-1. بالنسبه للمباريات يا جماعه اللي هي بكره باذن الله تعالى، هسيب لك في نهايه هذا الفيديو في المنطقه دي بالظبط كده باذن الله الفيديو الخاص بمواعيد المباريات والقنوات الناقله لكل الدول. اندورا ولاتفيا تعادلوا 1-1. مولدوفا فازت على ليختنشتاين 2-0. سلوفاكيا تعادلت امام بيلاروسيا 1-1. اذربيجان فازت على كازاخستان 3-0. جزر فارو فازت على تركيا 2-1. لوكسمبورغ فازت على ليتوانيا 1-0. النمسا خسرت من كرواتيا 1-3. الدنمارك فازت على فرنسا 2-0. هولندا فازت على بلجيكا 1-0. ويلز خسرت من بولندا 0-1. بالنسبة لترتيب المجموعات، المجموعة A1 تصدرت المجموعة كرواتيا في المركز الأول ب13 نقطة، وصلت للنصف النهائي. الدنمارك المركز الثاني ب12 نقطة، فرنسا المركز الثالث ب5 نقاط، والنمسا المركز الرابع الاخير باربع نقاط وهبطت للدوري B1. المجموعة A2 تضم البرتغال المركز الاول ب10 نقاط، اسبانيا المركز الثاني ب8 نقاط، سويسرا المركز الثالث ب6 نقاط، والتشيك المركز الرابع الاخير باربع نقاط. يعني المجموعة دي مجموعة قوية، البرتغال واسبانيا هيلعبوا مع بعض. البرتغال لو فازت او تعادلت وصلت لنصف النهائي، اما اسبانيا لو هي اللي فازت هتوصل اسبانيا لنصف النهائي. سويسرا والتشيك، سويسرا لو كسبت او تعادلت فضلت موجوده في المجموعه A2 والتشيك هي اللي هتنزل ساعتها، اما التشيك لو كسبت يبقى سويسرا هي اللي هتنزل المجموعه B2. نيجي للمجموعه A3 تضم ايطاليا المركز الاول ب11 نقطه، خلاص كده ايطاليا رسميا هي اللي وصلت لنصف النهائي. المجر المركز الثاني ب10 نقاط، خساره والله، هم صعبين عليها مش عشان ايطاليا بكرههم او بحبهم، علشان تعبوا في المجموعه دي قوي، ده كسبوا اعتقد المانيا وكسبوا انجلترا كمان. المانيا المركز الثالث ب7 نقاط، وانجلترا المركز الرابع والاخير. المانيا المركز الثالث زي ما قلنا، انجلترا المركز الرابع الاخير بثلاث نقاط، وانجلترا هبطت اصلا الى الدوري بي 3. نيجي للمجموعه A4 تضم هولندا المركز الاول ب16 نقطه، وصلت لنصف النهائي.
بلجيكا المركز الثاني ب 10 نقاط، بولندا المركز الثالث ب 7 نقاط، ويلز المركز الرابع والاخير بنقطه، وهبطت للدوري دوري بي 4. كده رسميا اللي وصلوا هولندا وايطاليا وكرواتيا، ومعاهم البرتغال او اسبانيا، هتبقى نصف النهائي نار بصراحه. نيجي بقى للمجموعه بي 1، تضم اسكتلندا المركز الاول ب 12 نقطه، ووصلت مكان النمسا في المجموعه اي 1. اوكرانيا المركز الثاني ب 10 نقاط، ايرلندا المركز الثالث ب 4 نقاط، انا قلت وصلت، اسف ما وصلتش لسه المجموعه دي، لسه فاضل فيها الجوله الاخيره، ممكن اسكتلندا او اوكرانيا واحده منهم توصل لسه. كذلك ايرلندا المركز الثالث ب 4 نقاط، وارمينيا المركز الرابع والاخير ب 3 نقاط، لسه واحده منهم برضو هي اللي هتنزل للمجموعه سي 1، لسه مش عارفين مين فيهم. المجموعه الثانيه، المجموعه اللي هي بي 2، تضم الكيان الصهيوني القذر 8 نقاط، ايسلندا المركز الثاني ب 3 نقاط، البانيا المركز الثالث بنقطه، وطبعا تم استبعاد روسيا عشان مش محترمين، اما الكيان الصهيوني القذر اللي هو اوسخ منهم بيعتبروه محترم. ما علينا، نيجي للمجموعه، المجموعه مين؟ بي 3، بي 3، البوسنه والهرسك في المركز الاول ب 11 نقطه، وصلت مكان انجلترا في المجموعه اي 3. فنلندا المركز الثاني ب 8 نقاط، الجبل الاسود المركز الثالث ب 7 نقاط، ورومانيا المركز الرابع ب 7 نقاط ايضا، على فرق الاهداف مع الجبل الاسود، رومانيا هي اللي نزلت للمجموعه سي 3، والجبل الاسود مستمر في المجموعه بي 3. نيجي للمجموعه بي 4، تضم صربيا المركز الاول ب 10 نقاط، النرويج المركز الثاني ب 10 نقاط، سلوفينيا المركز الثالث ب 5 نقاط، والسويد المركز الرابع والاخير ب 3 نقاط. المجموعه دي هتبقى مبارياتها حلوه بكره ايضا، يعني صربيا والنرويج مش عارف يلعب مع بعض ولا لا، بس الفائز منهم عامه يعني لا يفوز في مباراته لو ما لعبوش مع بعض، والتاني ما فازش، بصربيا يعني لو هما الاثنين فازوا صربيا فرق الاهداف يخليها تتاهل ل او توصل يعني للمستوى او في اي 4، اسف هتوصل اي 4، يعني مكان مين؟ مكان اللي هتهبط من اي 4 بقى، يعني مكان ويلز، مكان ويلز. والنرويج كذلك لو هي اللي فازت بقى وصربيا اتعادلت او خسرت، النرويج اللي هتوصل. هنا السويد وسلوفينيا نفس الموضوع، الخسران فيهم والتاني فاز، طبعا ساعتها سلوفينيا هتنزل لو سلوفينيا خسرت والسويد كسبت، اما لو تعادلت سلوفينيا والسويد عملت اللي عملته برضو مفيش فايده، سلوفينيا هي اللي هتفضل موجوده والسويد هتنزل، الموضوع هيبقى صعب بالنسبه للسويد بصراحه. نيجي للمجموعه سي 1، تركيا المركز الاول 13 نقطة، وصلت للمجموعة بي 1، لوكسمبورغ المركز الثاني ب 11 نقطة، جزر فارو المركز الثالث ب 8 نقاط، وليتوانيا المركز الرابع الأخير بنقطة، وهبطت للمجموعة دي 1. نيجي للمجموعة سي 2، اليونان المركز الأول ب 12 نقطة، كوسوفو المركز الثاني ب 6 نقاط، أيرلندا الشمالية المركز الثالث ب 5 نقاط، قبرص المركز الرابع الأخير ب 5 نقاط. هو اليونان خلاص وصلت للمجموعة بي 2 للأسف مع الكيان الصهيوني القذر، اما قبرص المركز الرابع او ايرلندا الشماليه لسه مش عارفين في مين فيهم اللي هتنزل للدوري دي 2. المجموعه سي 3، تضم كازاخستان المركز الاول ب 19 نقطه، 13 نقطه وصلت للمجموعه بي 3، اذربيجان المركز الثاني ب 10 نقاط، سلوفاكيا المركز الثالث ب 7 نقاط، بيلاروسيا المركز الرابع الاخير ب 3 نقاط، وهبطت للدوري دي 2. نيجي للمجموعه الرابعه سي 4، جورجيا المركز الاول ب 16 نقطة وتأهلت للدوري بي 4، بلغاريا المركز الثاني ب 9 نقاط، شمال مقدونيا المركز الثالث ب 7 نقاط، وجبل طارق المركز الرابع الاخير بنقطة ونزل للدوري دي. المجموعة دي 1، تضم لاتفيا المركز الاول ب 13 نقطة، مولدوفا المركز الثاني ب 13 نقطة، واندورا المركز الثالث ب 8 نقاط، ليختنشتاين المركز الرابع الاخير بدون نقاط. ليختنشتاين ده هيفضل قاعد في المجموعة دي لحد ما الدوريات كلها تخلص. لاتفيا وصلت للدوري سي 1. اما المجموعه الاخيره تضم ثلاث مجموعات، استونيا المركز الاول ب 12 نقطه، مالطا المركز الثاني ب 6 نقاط، سان مارينو المركز الثالث والاخير بدون نقاط. سان مارينو قاعد هنا، مالطا قاعده هنا، استونيا مش عارف هيأهلوها مثلا للدوري سي 2 تقريبا. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين، وطبعا هالاند المتصدر. ايرلينج هالاند او ايرلينج هالاند لاعب النرويج المركز الاول ب 6 اهداف، الواد ده متصدر هنا، متصدر الدوري الانجليزي، انت عايز ايه يا اسطى؟ المركز الثاني الكسندر ميتروفيتش لاعب صربيا 5 اهداف، المركز الثاني ايضا كفارتسخيلي لاعب جورجيا، وجوتوفسكيس لاعب لاتفيا، المركز الثالث 4 اهداف، جيرسون رودريغيز لاعب لوكسمبورغ، هنري انير لاعب استونيا، يانيس ايكوانيكس لاعب لاتفيا، سردار دورسون لاعب تركيا،
نيكولوسكو لاعب مولدوفا، وموجوسا لاعب الجبهة الأسود. المركز الرابع بثلاثة أهداف إيدن زيكو لاعب بوسنا الهرسك، ميتشي بتشواي لاعب بلجيكا، ممفيس ديباي لاعب هولندا، تيمو بوكي لاعب فنلندا، فيدات موريكي لاعب كوسوفو، اللاعب دوفي بيك لاعب أوكرانيا، وباكستاس لاعب اليونان، دانيال سيناني لاعب لوكسمبورغ، وكيريل لسوبودوف لاعب بلغاريا، امبوتيف لاعب كازاخستان. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، وبعتذر على الإطالة. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.